أطلت الفنانة المصرية رانيا يوسف بإطلالة جريئة وغريبة، حيث ظهرت بأحدث صورها عبر صفحتها بموقع إنستغرام بلوك جديد ومظهر مختلف، مع قصة شعر قصيرة على غير عادتها، مما أثار الدهشة بين الجمهور والانتقاد بين متابعيها على السوشيال ميديا. ونشرت يوسف صور إطلالتها الجديدة وكتبت سحر الكواليس، وجاءت الصور الأخيرة وكانت مرتدية فستان أسود كاشف عن كتفيها وصدرها وفخدها، مع تسريحة شعر قصيرة ومكياج أسود بيناسب الإطلالة. وعند نشر رانيا الصور انهالت عليها تعليقات متابعيها وجاءت كالتالي: مش هتكبري أبداً اللي أنتي لابسادة، فكرتيني بأزمة البطانة، أمر ستايلك جميل، أشيك فنانة، فين باقي لبسك؟ أعلن الفنان المصري محمد إمام انتهاء تصوير فيلمه الجديد أبو نسب، واللي بيأدي بطولته إلى جانب كل من مواطنته هالة فاخر وياسمين صبري ووفاء عامر وماجد الكدواني. وشارك إمام عبر حسابه بإنستغرام صورة له من تصوير العمل، أرفق بتعليق طريف بيّن فيه أنه هو بذل جهد كبير خلال التصوير قائلاً: الحمد لله فركش فيلم أبو نسب وده شكلي بعد ما خلصت التصوير. وأكد أنه هو أجمل فيلم قدمه خلال مسيرته الفنية، لكنه ما حدد لهلأ موعد طرحه، مضيفاً: لسه ما قررتش موعد نزوله، لكن ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي. كما أوضح أنه هو متعب للغاية وبيحتاج وقت للراحة بعد التصوير الطويل والمنهك، متابعاً: عندي كلام كتير عاوز أقوله على طاقم العمل، بس أنام شوية وأصحى نشوف الموضوع ده. بدأ الخوف يتسرب عند نجوم هوليوود، وبلشوا يخافوا ويخشوا أنه يقعدوا بمنازلهم بعد ما يستولي الذكاء الاصطناعي على وظائفهم. هذا ما صرح به الممثل الأمريكي توم كروز، واللي جنى مئات الملايين من الدولارات ووصل ذروة الشهرة بتأدية أصعب الحركات بأفلام الإثارة، قائلاً أنه هو كان بيعتقد أنه الجمهور بفضل أكثر مشاهدة ممثلين حقيقيين عوضاً عن أي منتوج رقمي مصطنع، خاصة بعد نجاح مهمة مستحيلة 7. لكن جديد التكنولوجيا قلب جميع المفاهيم، خاصة وأن الروبوتات باتت تهدد العديد من الوظائف. ويعرف عن كروز شغفه بأداء المشاهد الخطيرة بنفسه، وقد تدخل بالخلاف بين الممثلين والمنتجين بهوليوود الأسبوع الماضي بشأن دور الذكاء الاصطناعي بالتمثيل، وهو ما يقود إلى إعفائه من تلك المشاهد.